يعني طبعا برضو الصحف الإنجليزية نقلت تصريحات كين، وكمان اتكلم وقال عن محمد صلاح زي ما قلت لحضراتكم، ويمكن كمان الصحف الأولى لمعظم الصحف أو الصفحات الأولى لمعظم الصحف، يعني زي ما شفنا مثلا دايلي ميل واحدة أكيد من أهم الصحف اتكلمت برضو، أخذت الخبر ده كموضوع رئيسي تحت عنوان غضب صلاح ضد تشيلسي، وبرضو نقلت تصريحات كين واللي هاجم فيها محمد صلاح أو تصرف محمد صلاح. كمان برضو صحيفة ذا سان البريطانية اتكلمت وقالت ونشرت في عنوانها جماهير تشيلسي بتطلب تغريب محمد صلاح، نشرت كمان بعض رسائل الطريفة من جماهير تشيلسي واللي طلبت فيها ان هي تغرم اللاعب بحجة ان هو يعني رمى حاجة في ملعب ستانفورد بريدج، ده طبعا يعني لان محمد صلاح ظهر وهو بيشيل الشريط الواقي على اللي كان موجود على دراعه ورماه على الارض، مع تغييرات طبعا اللي كانت باينه قوي في وشه، تغييرات غاضبه. حتى يعني في المانيا بلد يورجن كلوب كان برضو في اهتمام كبير جدا بالواقعه دي، وكتبت صحيفه بلد صلاح لم ينظر الى كلوب، وقالت كمان الصحيفه في تحليلها للموقف ده ان يورجن كلوب اتسبب في ضجه كبيره جدا بعد 77 دقيقه لما خرج محمد صلاح، وان محمد صلاح ما حبش ابدا فكره استبداله مع فريق ليفربول، عشان كده ظهر وهو يعني شكله محبط، وان محمد صلاح كمان ما بصش ليورجن كلوب اثناء ذهابه لمقاعد البدلاء. وصحيفه بلد كمان اتكلمت وقالت ان هو بعد اولى مباريات ليفربول في البريمير ليج ممكن يكون في جدل كبير جدا، لازم بقى الواحد هنا يعني يقف شويه ويعلق على تصريحات روي كين واللي فيها عدم تقدير لموقف محمد صلاح، وان هو يعني واحد من اهم لعيبه الفريق او اهم لعيبه العالم كله، وان غضبه ده اكيد نابع عن غيرته على فريقه ورغبته ان هو يعني عايز يساعد فريقه عشان يحققوا الفوز في أول مباراة ليهم في البريمير ليج. يمكن كمان صلاح نفسه أكيد حابب إن هو يكون موسم ناجح ليه ولفريقه، فطب ليه ما شفناش بقى تصريحات روي كين دي إن يورجن كلوب مثلا ممكن يكون أخطأ بخروج محمد صلاح ونزول لاعب شاب وهو دوك في توقيت طبعا يمكن كان صعب جدا من المباراة؟ لا مش بس كده، يعني كمان شفنا ان هو سحب معاه لويس دياز، وبالتالي خلى الملعب يعني مليان بلعيبه شباب قصاد تشيلسي على ملعبه، وانت فريقك برضو متعادل ودي نتيجه بطعم خساره زي ما بيقولوا. فاعتقد ان الهجوم او الانتقاد كان المفروض ان هو يورجن كلوب يعني هو اللي فشل في الشوط الثاني ان هو يجاري لعيبه تشيلسي اللي معظمهم كان برضو فريق شباب متكون لسه جديد.